سبت خطيبتي بسبب لبسها. ده كان تعليق مطرب المهرجانات عمر كمال على الأخبار اللي انتشرت حوالين ارتباطه وإنه بيعيش قصة حب جديدة، ورغم إنه ما أعلنش مين هي خطيبته، لكن الكلام عن ارتباطه بطليقة أحمد الفيشاوي ندى الكامل كان كتير جدا، خاصة بعد ما الناس شافوهم مع بعض في أماكن مختلفة. عمر كمال اللي نفى علاقته بندى الكامل بشكل غير مباشر أصبح حديث السوشيال ميديا بظهوره معاها من جديد. طب إيه الحكاية؟ وهل بيعيشوا قصة حب ولا إيه الموضوع؟ تفاصيل جديدة هنعرفها في الفيديو ده. خلال الساعات اللي فاتت رجع الكلام عن عمر كمال وعلاقته بطريقة الفنان أحمد الفيشاوي ندى الكامل بعد ما أثار الجدل خلال الفترة اللي فاتت بالكلام عن علاقته بيها بعد ما ظهروا مع بعض في كذا مكان وكانوا بيسهروا مع بعض وليهم صور سوا. ومش بس كده، ده كمان عمر كمال غنى ليها في أحد الحفلات اللي كانت في أحد أماكن السهرات. وبعد الكلام ده ظهرت أخبار كتيرة عن علاقته بندى الكامل وإنهم بيعيشوا قصة حب، وهي نشرت صورة ليها وهي ماسكة إيد أحد الأشخاص لكنها ما كشفتش عن الهوية بتاعته. الكلام الكتير حوالين العلاقة ما بينهم وهل هما بيعيشوا قصة حب ولا لا أكدوا عمر كمال لما نزل صورة ليه مع بنت على شاطئ البحر وقال إنه خطبها ولكن خبى وشها علشان محدش يعرف هي مين. الكلام الكتير اللي انتشر على السوشيال ميديا خلى عمر كمال محط اهتمام البرامج واللي تواصلت معاه علشان تعرف حقيقة علاقته بطليقة أحمد الفيشاوي ندى الكامل. وبالفعل عمر كمال رد على الكلام ده وقال إنه كان بيعيش قصة حب الفترة اللي فاتت وخطب ونزل صورته مع خطيبته، لكن في النهاية ما حصلش نصيب واختلفوا بسبب لبسها اللي ما كانش عاجبه. وعلى الرغم من إن كلام عمر كمال ما وضحش إذا كان العلاقة دي مع ندى الكامل ولا لأ، لكن الناس اعتبرت إن القصة أصلاً منتهية لأن عمر كمال رجع من جديد علشان يثير الجدل ويظهر تاني مع طليقة الفيشاوي. مش بس كده، ده كمان نزل صورة جمعته بيها على إنستجرام وعلق عليها وقال ندى القمر أجدع وأحلى بنت في الدنيا ألف سلامة. بعد صورته اللي انتشرت معاها بدأ الكلام يرجع عن علاقته بيها وهل هما بيعيشوا قصة حب بالفعل والموضوع ان هما رجعوا لبعض وفي ارتباط ولا الموضوع مجرد صداقة. كمان في ناس تانية طلعت هجمته وقالت ان الموضوع مجرد لعبة ترند علشان يجيب ريتش ويفضل حديث الناس على السوشيال ميديا وان مفيش اي حاجة من ده كله حقيقي. انتوا كمان شاركونا برأيكم، هل شايفين ان الكلام ده حقيقي وفي فعلا قصة حب بين عمر كمال وندى الكامل ولا الموضوع كله ترند وهو عمال يعمل ده علشان الريتش؟